مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، اسمحوا لي بأن أرحب باسمكم بوزير خارجية موريتانيا الدكتور الأستاذ أسيلكو بن أحمد أزيد بيه. طبعا هذه الأسماء يبدو هي مزيج من الحضارات التي تعاقبت على موريتانيا وجذورها عربية طبعا أفريقية، وهذا طبعا الجذر العربي الأفريقي لموريتانيا يضع هذه الدولة بإمكانياتها المتوفرة الآن في مواجهة الكثير من التحديات. أولا، ما هو التحدي الأبرز الذي يواجه موريتانيا عدا مشاكل البيئة والتصحر وشحة الموارد؟ التحديات التي تضع موريتانيا على طريق سوي للعمل الديمقراطي الدؤوب وبعيدا عن الانقلابات التي كانت تعصر بها باستمرار. شكرا. أول أود في البداية أن أشكر محطتكم المحترمة على هذه الدعوة الطيبة، وأقول بأن تحديات طبعا كبيرة وكثيرة لكل الدول، حتى الدول الأكثر يعني موارد والأكثر صناعات وإلى آخره، ولا سيما بالنسبة لبلد الساحلي منطقة الصحراء والساحل. ونحن طبعا أكبر تحدي لبلدنا هو مسألة الأمن. لماذا؟ لأن موريتانيا تتقاسم أكثر من 2300 كيلومتر مع مالي، والكل يعرف الظروف الأمنية في هذا البلد الشقيق، وتتقاسم 800 تقريبا كيلومتر مع الجهار السنغال، وتقريبا مسافة من الحدود مشابهة في الشمال. إذن نحن في منطقة خاصة أمنيا، وكذلك بالنسبة لجبهة الهجرة إلى 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 الشمال، لأن كدولة نحن ننتمي إلى منطقة المغرب العربي وكذلك إلى جنوب الصحراء. إذن نحن طبيعيا نواجه هذا التحدي، ولكن ولله الحمد منذ 2011 عرفت موريتانيا مشاكل حادة مع الإرهاب والعنف، ولكن بفضل السياسة الحازمة والاعتماد على المولى عز وجل أولا وعلى الموارد الذاتية للبلد، استطاعت السياسة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز بأن تؤمن الحوزة الترابية لموريتانيا من الإرهاب. وخلال 2010-2011 كانت هناك يعني معارك ضارية ضد العنف وضد الإرهابيين، ليس فقط في موريتانيا ولكن في العمق الأراضي المالية، في لعلكم تذكرون معركة واغادو وحاسيسيدي وغيرها. ولكن موريتانيا بفضل الرؤية اللي عندها يعني المعرفة الدقيقة بالمنطقة استطاعت أن تستبق الخطر وأن تواجهه بقوة وحزم ولله الحمد. والآن منذ 2011 لم نسجل أي اختراق، وأيضا لم تدرج في القائمة سيئة الصيت طبعا للرئيس ترامب، وهذا هذا هذا ولعل هذا يفسر هذا ذلك، لأن هذه السياسة الحازمة اللي ليست فقط لم تقتصر على الأمن، وإنما كذلك تحدثتم عن الديمقراطية. نحن منذ 4 سنوات نتصدر العالم العربي فيما يخص حرية التعبير وحرية الصحافة في المراسلين بلا حدود. نعم. الذين لا نعتبرهم أصدقاء لنا، ولكن هم مهنيون يقومون بتحريات مهنية ودقيقة. والجدير بالتنويه هو أن هذه الوضعية الاستثنائية المفيدة يعني البارزة لموريتانيا هي تستمر سنوات. إذن ليس فقط الأمن هو اللي تم يعني التغلب على إشكاليته، وهي إشكالية تواجه الكثير من الدول. نعم. ولكن مشاكل حادة أخرى مثل الحريات الفردية والجماعية، إذا نحن في المقدمة ولله الحمد، وكذلك إشكالية الهجرة. أنتم تعرفون أن في البحر الأبيض المتوسط الآن إشكالية الهجرة. نعم. هي إشكالية عالمية ودول، ولكن يعني من الموريتانيين
بينهم عدد ليس بالكبير قياسا للدول الأخرى من يرغب بالهجرة إلى الشمال. هذا كيف تفسرون ذلك؟ هذا الكلام صحيح، ولكن حتى ولو كان الموريتانيون ليسوا لا يميلون إلى الهجرة ولله الحمد، لأنهم كما سلفت يلعمون بالحرية وحرية التعبير وحرية التظاهر وحرية حتى نقد القادة، وبإمكانكم أن تتأكدوا من ذلك بمجرد مطالعة المواقع الإلكترونية مثلا الموريتانية. إذن ولكن نحن كما أسلفت في الخط الأمامي للهجرة من جنوب الصحراء، حتى ولو كان المواطنين الموريتانيون لا يريدون أو لا يحبذون الهجرة إلى الخارج، فهناك جيران لهم مشاكل حادة أمنية ولهم كذلك تقاليد هجرة قديمة ليست جديدة، يعني منذ القرون نحو أوروبا للعمل وللعودة وإلى آخره. إذن الجبهة على مستوى الهجرة لا تتعلق فقط بالموريتانيا، ولكن النجاح الكبير الذي حققناه مثلا مع دولة مثل إسبانيا، وأن بفضل اتفاق مع إسبانيا السنة الماضية سجلنا صفر مهاجر إلى إسبانيا. صفر مهاجر من بلدان أخرى، من, من, من أي بلد سواء كان موريتانيا أو غير موريتاني، من موريتانيا وهي نحن الشواطئ تطيل على البحر المحيط الأطلسي عفوا 700 كيلومتر. يعني إذن حماية هذه الشواطئ الطويلة وهذا العمق الصحراوي اللي البلد أكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع، وحمايته بأن يكون الصفر مهاجر إلى جزر الخريدات الكناري القريبة جدا، إذن هذا يعتبر نجاح. وأعتقد كل الناس المهتمة مثل شركائنا الأوروبيون وغيرهم يعترفون لموريتانيا بالنجاح على هذه الأصعدة الثلاث. صعيد حسنا، يعني موريتانيا تعاني منذ سنوات طويلة من التصحر والجفاف، أحيانا يضرب مواسم كثيرة. في هذا الصدد هنالك من يقول بأن يعني الأشقاء العرب بخلاء في استثماراتهم في مع موريتانيا، بينما يمكن أن يقدموا المزيد من أجل إنجاح هذه التجربة أولا، وأيضا إعانة إزداء المعونة للموريتانيين من أجل تجاوز المحن الاقتصادية التي تعصب ببلادهم. كيف تقيمون علاقاتكم مع العرب؟ أولا نقول إن العرب كرماء لأنهم إخوة، يعني كرماء نظريا ربما، كرماء لأنهم إخوة وأعزاء وشقاء، ونتقاسم معهم يعني كل شيء، نتقاسم معهم التاريخ والثقافة والحضارة والعاطفة والاهتمامات الدولية كلها. إذا نحن جزء من المنظومة العربية، وما يحدث في أي بلد عربي نشعر به وكأنه يحدث في موريتانيا. ونحن يعني يكفينا شرفا في موريتانيا أن نكون قد استقبلنا القمة العربية. ولكن الاستثمارات، هل يتحول هذا الكرم العربي التقليدي إلى استثمارات ملموسة؟ فيه استثمارات مهمة قديمة ومتواصلة في عدة مجالات، منها الزراعة، منها الطاقة. مثلا دولة الإمارات العربية الشقيقة شيدت يعني مزرعة لطاقة شمسية كبيرة في نواكشوط، وفي المجالات كلها نحن جزء من المنظومة كما أسلفت الثقافية والحضارية وكذلك الاقتصادية. والإخوة العرب يستجيبون دائما يعني لاحتياجات الموضوعية فيما يخص بلدنا، ولكن نحن كذلك في السنوات الأخيرة اعتمدنا أساسا على مواردنا الذاتية، لأن كانت فيه هناك سياسة صارمة من طرف فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز بما يخص محاربة الفساد. فالموارد التي كانت تصرف هكذا وتستغل تهدر، يعني الفساد لا يصرف فيها نعم، ويستفيد منها الأشخاص بصفة غير قانونية وغير شرعية. يعني نتيجة لهذه السياسة الصارمة أصبحت الدولة لها موارد، لا أقول إنها كافية لكل شيء، ولكن إذا كنا قد نجحنا في إعادة تنظيم منظومتنا الدفاعية والأمنية وإحراز إنجازات استثنائية في مجال البنى التحتية، منها مثلا مطار تونسي الكبير
في 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 نواكشوط والمنظومه الطرقيه وغيرها، وحتى الموانئ على البحر على المحيط عفوا الاطلسي. كل هذا طبعا حصل بدعم من الاشقاء العرب، ولكن كذلك بفضل ترشيد الموارد العموميه الموريتانيه، وبس وبالسهر على ان تنفذ المشاريع بصفه صارمه ودقيقه وتراعي المصلحه. حسنا، يعني هل يمكن ان تكون موريتانيا اكثر حيويه في مجال استقبال السياح، ام ان المجتمع الموريتاني المحافظ قد لا يعني يسمح بتدفق اعداد كبيره من السياح الذين ياتون عاده الى مناطق الدافئه للتمتع يعني والاسترخاء، فلنقل يعني لا يشاهدون فقط الاثار التاريخيه؟ صحيح، نحن على كل مؤهلين لان نكون وجهه سياحية عالمية كبيرة. لماذا؟ لأن ذكرت الشواطئ الجميلة والعذراء أكثر من 700 كيلومتر، وفي حوض أرجين يعتبر يعني موقع سياحي استثنائي طبيعي، لأن هو موقع ليس فقط غني جدا بكل أنواع الأسماك، هي ربما تكون أغنى منطقة من ناحية الثروة السمكية حاليا في العالم، وأنتم تعرفون الضغط على هذه الموارد عالميا. ولكن هي كذلك منطقة توافد عليها أنواع الطيور من العالم، ربما من سيبيريا، حتى سيبيريا تعش هناك فترة الخريف في بحثاً عن الدفء والموارد الغذائية من الأسماك وغيرها. إذا وفي الداخل كذلك الصحراء، السياحة الصحراوية، الصحراء النقاء والهدوء والاستجمام. وشعب الموريتاني كذلك عنده ثقافة خاصة، إذا عندما طبعا السائح عندما يذهب من بلده هو لا يريد أن يجد ما كان عنده ويعرف، هو يريد أن يجد أو يطلع على ثقافة جديدة وعلى نمط حياة وعلى نمط تفكير وعلى ضيافة. وشعب الموريتاني في العالم العربي معروف بالشعر، لأنهم يقولون إن بلد مليون شاعر. ولكن كذلك بالضيافة العربية الأصيلة وبتنوع، يعني ربما العرب، يعني العرب الأسر العربية التي يعني تريد أن ترتاح وتستجم في مناطق هادئة كذا. لكن أنا أتحدث عن السواح القادم، عن السياح القادمين من أوروبا، من بلدان، من روسيا مثلا. الروس معروف عنهم أنهم جوالون سياحون. والله نحن نرحب بالأصدقاء الروس في موريتانيا، ولا شك أنهم سيكتشفون شيء لن يجدوه إلا في موريتانيا من ناحية الثقافة، من ناحية الاستقبال. وطبعا الشعب الموريتاني يقدر الشعب الروسي لأسباب. الآن يعني مؤسسة القمة العربية الآن هي بيد برئاسة موريتانيا. هذه المؤسسة كما يعني هنالك اتفاق لدى غالبية المراقبين على أنها يعني تلفظ أنفاسها، أنها أولا لم تقدم شيء على مدى سنوات طويلة، وهي الآن يعني أيضا غير منشغلة بالقضايا التي تهز الضمير العربي. واليوم في حين التقيتم في أبوظبي تحدثتم ربما عن دور الجامعة العربية في التعاون مع روسيا، والوزير لافروف عبر عن شكل من أشكال الأسف، لأن سوريا وهي عضو مؤسس للجامعة العربية لا تزال خارج أو مجمدة العروية. يعني كيف يمكن تجاوز هذا الشلل، فلنسميه الشلل النصفي للجامعة العربية؟ طبعا هي يعني يجب ان لا نحمل الجامعه العربيه ما لا تستطيع. الحقيقه ان كل المنظومات الدوليه بالمفهوم المتعدد الاقطاب هي منظومات نحن نجتاز فتره مهزوزة فيها هذه المنظومات. فمثلا خروج البريكسيت، خروج دولة مثل المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وهي العمق الرأس المالية في أوروبا والعمق التاريخي وعمق حتى العولمة في 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 عالمنا اللي نعم. احنا نعيشه اليوم، هو دليل
على أن المنظومات متعددة الأقطاب أو التي تضم عدة دول الآن ربما يجب تحيين طرق تسييرها لكي تتلائم مع عالمنا اليوم. ولكن في الجامعة العربية نحن عندنا خصوصية، وعندما نجتمع نتكلم بلغة واحدة ونحن تقريبا من نفس البلد، يمكن أن نعتبر أي واحد من إلى جانب الآخر هو قريب منه جدا في كل شيء. بينما في أوروبا مثلا أو في دول أخرى أو تجمعات أخرى عادة تكون لغات مختلفة وثقافات مختلفة وحضارات وعقليات ومرجعيات تاريخية مختلفة. إذن هذه قوة لدى الجامعة العربية. طبعا العالم العربي يجتاز فترة صعبة، ولكن عنده من الموارد وعنده من التراكمات الحضارية، لأنكم تعرفون أن بفضل الدين الإسلامي اللغة العربية والحضارة العربية الإسلامية ربما تكون هي أكثر انتشار في العالم كله. والآن فيه دراسات تدرس مثلا انتشار اللغات، أعتقد أن حسب الأخصائيين في حوالي 6200 لغة في العالم. وعندما شافوا قاسوا سرعة انتشار لغات، لا يعني وجودها اليوم على فوجدوا أن اللغة العربية هي اللغة الأكثر سرعة انتشار في العالم اليوم، قبل الإنجليزية وقبل الإسبانية والفرنسية. إذن هذا عناصر قوة. ولكن نحن فعلا في العالم العربي نواجه بعض المشاكل، منها مبرراتها بعض أسبابها داخلية، ولكن كذلك أسبابها مع الأسف خارجية، بعضها في أغلبها. أنتم تذكرون الحروب التي شنت في هذه المنطقة. يعني هو حتى على ذكر الحروب لم تبذل الجامعة العربية جهدا لدرئها أو للدفاع عن أعضائها. يعني هنالك أعضاء تعرضوا إلى عدوانات واحتلالات، العراق، ليبيا، الآن سوريا تتعرض إلى انتهاكات. للأسف الشديد الجامعة العربية دورها كدور يعني أي بلد ثانوي في العالم، وحتى دول القرار السياسي في العالم تأثيرها يومي وفعال على هذه الأحداث، فيما يعني تغط الجامعة العربية في سبات. يعني نحن لا نريد من خلالكم محاكمة الجامعة العربية، لكن هذا هو واقع الحال، بمعنى أنه أنتم الآن ترأسون القمة العربية. ماذا أنتم فاعلون من أجل إحياء دور هذا التجمع العربي؟ طبعا نحن نقوم بكل ما نستطيع من أجل إعادة ترميم أو إعادة الهدوء إلى البيت العربي، ولكن كما أسلفت الأمور كلها لا تتعلق بالعرب. يعني فلنكن أكثر دقة. الآن حتى الولايات المتحدة بدأت تطبع علاقاتها مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، والأتراك أصبحوا لا يتحدثون عن تنحيته، وهنالك شبه إجماع أوروبي على أنه هو حليف محتمل وجاهز لمكافحة الإرهاب وداعش. لماذا لا تستعيد الحكومة السورية المقعد في أو تلغى يلغى قرار تجميل هويتها في الجامعة؟ يعني ماذا يحول؟ أنا يعني أسألكم ليس كوزير خارجية، كمحلل سياسي، لكن سأجيب كوزير خارجية. نعم. أولا أنا الإجابة على سؤالكم يتطلب شقين. الشق اللي يتعلق بموريتانيا، نحن سفارتنا لم تتحرك من دمشق وسفيرنا موجود وعمان موجود. إذن هذا للإجابة. يعني أنتم متقدمين في الموقف على نحن أبقينا على سفارتنا، لأننا نعتقد أن هذا واجبنا تجاه الشعب السوري الشقيق بغض النظر عن من يحكمه اليوم أو غدا. لأن من أسس الجامعة العربية وكان في سدة الحكم في سوريا لم يكن هذا النظام الحالي. على كل نحن يعني دخل سوريا إلى الجامعة كشعب ودولة. نحن كدولة دولة الجمهورية، حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بقينا
على سفارتنا وعلى ممثليتنا هناك، وفي ظروف اللي تعرفون آنذاك اليوم ربما تكون أصبحت أفضل. بالنسبة للجامعة، هذه علاقات بين دول، والدول لها سيادة ولها اعتباراتها الخاصة، ولا يجوز لنا ولا لغيرنا أن يتدخل في، ولكن هذا قرار اتخذ باسم الجامعة. لكن الجامعة هي كمؤسسات كما ذكرت المؤسسات متعددة الأطراف، والقرار يتم اتخاذه من خلال نقاشات ومن خلال اعتبارات. يعني من يدفع أكثر هو الذي يحجز الموسيقى؟ لا أعتقد هناك قواعد لعبة تحكم هذا النوع من المنظمات. أنا جيت للتو، قدمت البارحة من أديس أبابا، ومضينا هناك 3 أيام في نقاشات مطولة، لا شك أنكم تعرفون بعض مواضيعها، واتخذت بعض القرارات على الرغم من أن بعض الدول ربما لها مواقف. هذا دليل على أن لكي تستمر بعض الهيئات متعددة الأعضاء والدول وسيادة الدول، لكي يتم التوفيق بين السيادة الوطنية والقرار الجماعي في إطار المنظمات المتعددة الأطراف، لازم تكون هناك مرونة، وهناك قواعد اتخاذ القرار تعتمد على الأغلبية. لا أقول هي فقط مجرد الأمور تتعلق بالأغلبية، ونحن في عالم يتطلب المرونة ويتطلب التسامح ويتطلب أن نتفهم موقف الآخر. نعم. يعني حسن، هل نتوقع مثلا في القمة القادمة، أعتقد هي توشك على أن تعقد في آذار مارس القادم في الأردن، نتوقع عودة مجيء وفد رسمي من سوريا للمشاركة؟ يعني فلنقل قراءة، ليست قراءة فنجان، قراءة في العقل العربي الذي يتحكم بالجامعة العربية. لا يمكن سيدي الكريم أن تنبأ بما ما سيحدث في القمة العربية القادمة. ما يمكنني قوله هو أن المقعد كرسي الجمهورية العربية السورية الشقيقة دائما في خلال القمم العربية، خاصة قمة نواكشوط، وفي أي اجتماع وزاري تعقده الجامعة العربية مثلا في القاهرة، يمكن أن تتأكدوا من هذا اللي سأقول. نعم، دائما موجود. نعم. إذن يعني في قلوب وفي منطق الجامعة العربية وفي منطق الدول العربية، هذه دولة عربية ومحورية وعزيزة، وشعبها عزيز علينا. هي تجتاز صعوبات، يمكن أن نعود لبعضها ما يخص الربيع العربي. نحن تقييمنا في موريتانيا للربيع العربي، أنتم لم تصلكم الريح الصرصرة. لا عفوا سيدي الكريم، هي وصلتنا. نعم. وصلتنا، ولكن الطريقة اللي تعامل بها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز وحكومته والأغلبيته مع هذه العاصفة كانت طريقة حكيمة، وربما لأننا من يعني سكان الصحراء ونعرف كيف نتعامل مع العواصف وأن نتركها تتجاوزنا. كيف تعاملنا مع هذه؟ نحن بما أن بلد ديمقراطي وبلد حر، تركنا لمعارضة المعارضة الموريتانية حرية التظاهر، ولم يعترضها شرطي، ولم نمنعها من أي تظاهر، ولم يعني نتأثر بما كانت تقوله مثلا عن الدولة والحكومة والرئيس بالذات رئيس الجمهورية. وكان فخامة رئيس الجمهورية يقول لمعاونيه الكبار أن من منهم لا يستطيع أن يتحمل هذا الكلام الحاد من المعارضة وأن يقبله، لأن هذا جزء من المحافظة على أمن البلد واستقراره، يعني أنه غير صالح لهذه المهنة، ربما عليه أن يختار مهنة أخرى غير الشأن العام. نعم. إذن تظاهروا وتظاهروا وتظاهروا أشهر عديدة حتى يعني أفلسوا سياسيا. نعم. وكانت المظاهرات تقل تدريجيا، أسبوع بعد أسبوع بعد أسبوع، شهر بعد شهر، لأن الناس في موريتانيا حتى تلاشت واليوم أصبحوا. نعم. هؤلاء المعارضون. نعم. يعترفون
بأن مهزلة الربيع العربي ويعني الخطر اللي شكل أنها حقيقية، وأن الرد الصحيح هو ما قام به رئيس الجمهورية. سيد محمد، في أقل من دقيقة، كيف تنظرون أنتم في جمهورية موريتانيا الإسلامية إلى قرار الرئيس الأمريكي الذي يوصف الآن في العالم العربي وحتى في العواصم الأوروبية وفي الولايات المتحدة للقوى المدنية وجمعيات حقوق الإنسان بأنه معاد للإسلام؟ والله هذا قرار في بداياته، وحتى في داخل الإدارة الأمريكية مثلا بالنسبة للتطبيق على الأرض، سواء من المسؤولين الساميين هو يطرح بعض الإشكال، وكذلك بعض الولايات الأمريكية. سمعت للتو في أحد المحطات الأمريكية أن في حتى ولايات طعنت في و900 دبلوماسي في الخارجية حتى الجو، وكذلك لوائح طويلة من الناس اللي تحتاج على هذا القرار. أعتقد يجب أن نتريث شوية لكي نحكم على هذا القرار. هو قرار دولة انتخب رئيسها بصفة ديمقراطية ويبدأ مشوار في بداياته. أعتقد أنه بالنسبة لدولة كبيرة مثل الولايات المتحدة ومثل روسيا ومثل الأفضل بكثير، يعني مصلحتها على ما أتصور هو في الانفتاح وفي التبادل الثقافي والتجاري مع الآخر، هذا بديهي. وواحد عندما ينغلق هو كأنما يغلق على نفسه غرفة مغلمة، إذن هو لن يربح شيء كبير. وفي الأخير أنا أعتقد أن الثقافة الأمريكية اللي أصلا ثقافة مهاجرين، لأن الأمريكيين كل منجزات أمريكا وحتى ونجاحها وحلمها أمريكا الدريم، نعم، هو في الحقيقة مبني على فكرة الهجرة والمبادرة وفكرة الحيوية والحركية. وفي اعتقادي أن الشعب الأمريكي والسلطات الأمريكية الحالية ستجد مقاربة أكثر احترام لثقافات الكبرى، خاصة الثقافة العربية الإسلامية. الدكتور أسيلكو أحمد يزيد بيه، وزير خارجية جمهورية موريتانيا الإسلامية، شكرا جزيلا لكم. ولكم أعزائي المشاهدين أطيب التحيات، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانئة.